انك تاكل الاكل اللي انت بتحبه وتوصل للجسم اللي انت عايزه حاجه حلوه مش كده؟ قبل ما الفيديو يبتدي ما تنساش تدوس على الجرس اللي تحت وتدوس سبسكرايب عشان كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بنعملها تجيلك اول واحد. دوس يلا. ازيكم يا جدعان؟ معاكم سيف الضو من ايفو فيتنس، واهلا بيكم في فيديو جديد. ومن تايتل الفيديو، انا طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا فعلى مدار 6 شهور نزلت من 18% نسبة دهوني ونزلت لحد تقريبا 9%. دلوقتي هحط فيديوهات هتشوفوا طبعا ان شكلي كان شبه الدبة، ودلوقتي ان انا شكلي احسن بكتير، وهحط فيديوهات وهحط صور واوريكم انا قد ايه نشفت. بس الفكرة كلها ان وانا بغير من ان انا غير ان انا كنت بنزل طبعا عشان اغير شكل جسمي وابين بطني وابقى شكلي احسن ومقسم اكتر، حصل حاجة غريبة في الموضوع ان انا وشي نفسه شكله اتغير بكتير. ممكن ترجعوا على الفيديوهات القديمة اللي انا حاططها من 6 شهور او حتى 5 شهور وتشوفوا ان شكل وشي اصلا كان شبه الدب فعلا، وان دلوقتي اصلا وشي زي ما انتم شايفين انا وشي تقريبا ما فيهوش اي حاجة، وشي يقسم جدا ونشف جدا فجو لاين. وطبعا دي حاجة انا كان نفسي ان هي تبان فيا اكتر، ان انا ما وصلتش ان انا اتحول من جسمي بس في نفس الوقت وصلت ان انا اتحول من وشي. ابتديت 80 كيلو، دلوقتي انا 68 كيلو على مدار 6 شهور. الفكرة ان انا اصلا كنت قاصد ان انا انزل 12 كيلو في 6 شهور بريت نص كيلو في الاسبوع عشان ما اقعش عضل. والفكرة ان انت لو مش عايز تقع عضل لازم تخلي الريت او الوزن اللي انت تنزله في الاسبوع بكتير يبقى 1% من وزنك توتل. يعني انت لو وزنك 80 كيلو حاول ما تنزلش اكتر من 800 جرام في الاسبوع. وفي نفس الوقت ان انا نزلت نسبة الدهون دي ونشفت جدا، ودلوقتي هحط لكم صورة عشان تعرفوا انا قد ايه نشفت الحتة دي زي ما انتوا شايفين. وليه مصور الحتة دي؟ لان الحتة دي اصعب حتة في جسم الانسان ممكن تنشف، او اخر حتة، لان هي بتستور او الدهون بتتخزن فيها جامد جدا. ففكرة ان انت تنشف من الحتة دي معناها ان انت نشفت جدا. فالحلو في الموضوع كله ان انا نزلت المستوى النشفان دوت او المستوى دوت من نسبة الدهون، وانا بنبسط وباكل اللي انا عايزه. وانا كمان يعني وانا بصور الفيديو ده انا عايز اوريكم حاجة لسه حاصلة من 5 دقايق. يا جدعان جامد يا جدعان. وده يا جدعان مش شيت ميل اللي هو اليوم المفتوح او اليوم اللي انت تفتح في وجبه مفتوحه او تاكل زي ما انت عايز، ده اصلا جزء من الدايت. وللي يعرفنا او اللي لسه جديد، احنا كلاينتس اللي احنا بنمرنهم اصلا بنحط لهم شاورما في الدايت وبنحط لهم شوكولاته، وفي نفس الوقت بيخسوا. لان فكره الفتنس هي مش ان هو يتحكم بحياتك، الفكره ان هو يحسن من حياتك. ان انت لازم يبقى الدايت على حسب يومك، على حسب انت بتحب تفطر ولا لا، على حسب بتحب تاكل وجبات كبيره ولا وجبات صغيره بس عددها بيبقى كبير، على حسب الايام اللي انت عايز تتمرن فيها، على حسب كام يوم عايز تتمرن فيه. الفكره كلها ان الموضوع لازم يبقى مخصص ليك انت وجسمك انت شخصيا. والفكره كلها ان انت تنبسط. ولو عايز تعرف اكتر عن الموضوع دوت ممكن تخش على الشانل بتاعتنا وتشوف الفيديوهات، وهتعرف كتير جدا عن ان انت ازاي تاكل الاكل اللي انت بتحبه وفي نفس الوقت تخس او توصل للهدف بتاعك. ناس بتقول لك ان انت ما ينفعش تاكل بعد الساعه 8، تقول لك ان انت تقطع نشويات، تقول لك لازم تفطر، الكلام ده كله. يا جدعان الموضوع سهل جدا، وقدامكم دلوقتي صور وفيديوهات لواحد نزل من 18% لتقريبا 9 او حتى 8% في 6 شهور وهو بياكل وهو بينبسط. واللي متابعني على انستجرام انا هحط اللينك تحت هيشوف ان انا في الستوريز دايما بحط شوكولاته وبحط الكلام ده كله. وزي ما بقول لكم يا جدعان ده جزء من الدايت بتاعي، يعني ده مش تشيت داي ولا اي حاجه، ده فعلا من السعرات اللي انا باكلها في اليوم وانا في عجز من السعرات. الموضوع يا جدعان سهل جدا. وفكره الفيديو ده ان انا عايز اوري للناس كلها ان انت ممكن توصل لدرجه نشفان قليله جدا وانت طبيعي، من غير ما تاخد اي هرمونات، من غير ما تحس ان الدايت صعب، من غير ما تحرم نفسك من حاجه. وفاضل لي شهر لحد دلوقتي هنزل مثلا، انا هدفي ان انا انزل لحد 6% وهوصل لدوت وهعمل لكم فيديو. بس الفكره كلها زي ما بقول لكم انا عايز احفز كل واحد فيكم ان هو يعرف ان الموضوع مش هرمونات او ان انت لازم تحرم نفسك او الكلام ده كله. صدقوني يا جدعان الفتنس سهل جدا، وزي ما انتم شايفين يا جدعان وشي طبعا شبه بيروح. انا اتمنى ان الفيديو ده يشجع ناس كتير منكم. اتاكد ان انت لو انت جديد تشوف الفيديوهات القديمه عشان فعلا تعرف ازاي تطبق الكلام ده كله. ولو معرفتش تطبق الكلام ده كله ومحتاج
كوتش يبقى معاك، احنا مستعدين ان احنا نمرنك ونساعدك توصل لهدفك، هحط الايميل دوت وممكن تبعت لنا عليه واحنا هنكون جاهزين ان احنا نوصلك للهدف اللي انت عايزه وتاكل الاكل اللي انت عايزه وفي نفس الوقت تنبسط بحياتك وما تحسش ان الموضوع صعب. بس كده يا جدعان، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتدوس على الجرس اللي تحت عشان اول واحد يجيله الفيديو هو انت. وهشوفكم في الفيديو الجاي. كان معاكم سيف الضوي من ايفول فيتنس.